سوري بالدنمارك ترجم أحد فيديوهاتي لما قارنت بين منطقتنا وبين الغرب، ترجمها للدنماركية. ما أعرف الدنمارك أو النرويج، ما أدري بالضبط، بس أعتقد دنماركي. يقول عندنا في الدنمارك قالوا هذا بده يصحي العرب، عني أنا قالوا هذا بده يصحي العالم العربي، وهذا المفروض يتوقف عن هذا الكلام. ننظر للعالم العربي شو يقول؟ يقول أنت دافعك الغرب علينا. شوف الغرب كيف فهمها، وشوف العرب كيف فهموا النقد. الغربي يفهم مظبوط، معه حق، يقول لك هذا بده يوعيهم، هذا يفيد أمته، الأمة العربية وعندنا في العالم العربي. الغربي يقول كذا، عندنا لا، بالعربي وأنت تهاجمنا، أنت يمولونك. ما يفهمون يعني. صح. انا لما انا كم مره تعرضت على بالكومنت هون، لما بقول لك اخي او اخوي، تمام، بيقولوا لي اخوكي، يعني فخوره باخوكي، طبعا فخوره فيه، يا ريت يا ريت كان في 10 مثله بسوريا، والله كانت سوريا بألف خير. بس انتوا جماعه ايش، متخلفين، راح تضلوا متخلفين. لأنه يبقى عزيزتي اليوم ممكن، أمير، بس بس ما لا، نتناول أشخاص. يعني أنا أحب أكيد الأفكار أكيد أرجوكم، يعني أكيد. صراحة أنا كل لحظة أنا كل يوم إذا ما أسوي بحث عن عدة مواضيع، الآن لو أسكر اللايف أسوي بحوث عقلية، لا أستمتع بحياتي إذا ما أجيب أفكار جديدة، فما أتناول الأشخاص. بس بريد شغلة، إيفا قالت إنه أنا عايش بأوروبا، كلامه صحيح مزبوط. شغلة مهمة كتير، أنا عايش بأوروبا من 35 سنة، أنا إنسان أؤمن بالطبيعة، يعني لا ديني، أؤمن بالطبيعة، إحنا جينا من الطبيعة. بتعرفي بس شغلة وحدة، إلي 35 سنة بأوروبا عايش، ما في إنسان أوروبي قال لي أنت ملحد، أنت كافر، أنت كذا، ما في إنسان. بالعكس، بلاقي الاحترام، بلاقي كل الاحترام وكل التقدير وكذا. أما بالدول العربية إذا قلت أنا لا ديني تتقوم الدنيا وتقعد، صرت كافر، صرت ملحد، صرت كذا، مصيبة كبيرة بتصير. طيب ليش الفرق الكبير عزيزي بين عزيزي، أنا أقول لك الفرق، لأنه أيضا بدك تقارن، أيضا بدك تراعي موضوع المسيحية قبل الإسلام بأكثر من 1000 سنة. يعني خلي يجي 1000 سنة ثانية ما تلقى دين أساسا إسلامي، ففي فترة أيضا سبقته. أرجوك يعني المسيحية قبل الإسلام بكثير، يعني الإسلام امبارح يا زلمة، فالموضوع بعده جديد يعني تقدر تقول. فبالتوعية بالكذا بالكذا فالأمور تتم على أحسن وجه. أيضا في فترة زمنية لازم نراعيها، أول شيء. ثاني شيء، يعني صراحة هذه نقطة تحسب للمسيحية لما حولوا دينهم، طبعا المسلمين يعتبرونهم يقولون لهم محرف، هي تحريف النصوص لخدمة الإنسان. أنا أشوفه شيء إيجابي، يعني أنا المسيحي لما يحول عبادته بالكنيسة تلبس تنورة للركبة، أنا شفت سيدات في لبنان لابسات تنورة للركبة وبالكنيسة وكذا، الرب مو ضد الجسد المرأة أساسا، شيء جميل، طقوس جميلة، فرح كذا، إنك تحول هذا الموروث، ما تلغيه مثلا، إذا لغيته يكون أفضل، لكن إذا ما تريد